بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 166. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى هذه الحلقة الجديدة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ، حياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الجنايات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن من الضرورات الخمس التي جاء الإسلام بحفظها، وهي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ المال وحفظ العرض، هذه جاء الإسلام بحفظها، ووضع العقوبات الرادعة لمن تعدى عليها. أولا حفظ الدين، وثانيا حفظ النفس، وثالثا حفظ العقل، ورابعا حفظ العرض، وخامسا حفظ المال. هذه جاء الإسلام بحفظها، وتسمى بالضرورات الخمس، لأنها قوام الحياة البشرية، فإذا حصل اعتداء عليها فهذا يسمى بالجناية. فالجناية هي التعدي على نفس أو على مال أو على عرض، وكل تعدي من هذه الأنواع الثلاثة له أحكام. فبدأ بالنوع الأول وهو الاعتداء على النفس، وأما الاعتداء على المال فهذا يأتي في الاعتداء على المال وعلى العرض، فهذا يأتي في باب الحدود، في باب الحدود. والاعتداء على النفس يكون بالقتل، يكون بالقتل، والاعتداء على المال يكون بالسرقة، أو يكون بالخيانة، أو يكون بالسرقة، أو يكون بالخيانة، أو يكون بالاختلاس. والاعتداء على العرض يكون إما بالزنا وإما بالقذف. وبدأ الآن بالجناية على النفس. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهي عمد يختص القود به بشرط القصد وشبه عمد. نعم، وخطأ. نعم، الجناية على النفس هي ما أوجب قصاصا أو دية أو كفارة، هذا هو الجناية على النفس، ما أوجب قصاصا أو دية أو كفارة. فالاعتداء على النفس لا يخلو من أحد ثلاثة أقسام: إما أن يكون عمدا، وإما أن يكون شبه عمد، وإما أن يكون خطأ. نعم. قال: وهي وسيعرف كل نوع من هذه الأنواع. نعم. قال: وهي عمد يختص القود به بشرط القصد. يأتي هذا. نعم. وشبه عمد. نعم. وخطأ. نعم.
فالعمد أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله. القتل العمد هذا تعريفه، أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به، هذا هو تعريف العمد. فيؤخذ من هذا التعريف عدة شروط. الشرط الأول أن يكون قاصدا، فإن كان القاتل غير قاصد، ليس له قصد كالصغير والمجنون، هذا ليس بعمد. والثاني أن يعلم أن المجني عليه معصوم الدم، بأن يعلم أنه مسلم أو ذمي معاهد. فإن لم يعلم أنه معصوم الدم فإن هذا لا يكون عمدا. الثالث الآلة، أن تكون الآلة مما يصلح للقتل، الآلة التي اعتدى بها مما يصلح للقتل كالسيف وكل شيء محدد وكل شيء يزهق النفس. فإذا توافرت هذه الشروط فالقتل عمد. إذا اجتمع القصد ومعرفة أن المجني عليه معصوم الدم والآلة صالحة للقتل، فإذا توافرت هذه الأمور فإن القتل يكون عمدا. نعم. قال فالعمد أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به. هذه يقتله بما يغلب على الظن موته به، وهذا هو الآلة التي تصلح للقتل. الله جل وعلا حرم قتل النفوس، قال سبحانه وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدق، إلى آخر الآية. ثم قال سبحانه وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، هذا جزاؤه في الآخرة. أما جزاؤه في الدنيا فهو أن يقام عليه القصاص إذا طالب أولياء القتيل. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. الله جل وعلا شرع القصاص في القتل العمد إذا توافرت شروطه مما سيأتي بيانه إن شاء الله، شرعه لحكمة عظيمة، وهو أنه يحقن الدماء، ولكم في القصاص حياة. فإذا علم القاتل أنه سيقتل فإنه يكف عن القتل، فتحصل بذلك سلامته وسلامة من نوى أو أراد قتله. وإذا أيضا رأى الناس أن القاتل سيقتص منه فإنهم سينكفون عن القتل. ولهذا قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وفي المثل العربي القتل أنفى للقتل، فهذه حكمة الإسلام في تشريع القصاص. وفي هذا رد على الذين يتهمون الإسلام بالقسوة والوحشية في إقامة القصاص على الجاني. ومن العجب أنهم يرحمون الجاني ويشفقون عليه ولا يرحمون المجني عليه، ولا يرحمون المجتمع من الطغاة ومن المفسدين، فهذه رحمة في غير محلها. الرحمة الحقيقية هي في إقامة القصاص على الجاني، لأنه بذلك أولا هو يخفف عنه العذاب والعقوبة، وثانيا يمنعه من القتل إذا تذكر أنه سيقتل، وثالثا يمنع المجتمع من الإقدام على القتل إذا رأوا إقامة القصاص.
ولهذا قال: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. فالحقيقة أن تشريع القصاص في الإسلام لحكمة عظيمة ولفوائد عظيمة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ولهذا حقنت الدماء بسبب القصاص بخلاف ما كان في الجاهلية من سفك الدماء والتعدي على الناس والإخلال بالأمن، كل هذا بسبب عدم إقامة القصاص في المجتمع. نعم، أحسن الله إليكم. قال: مثل أن يجرحه بما له مور في البدن. هذا بيان للآلة التي يغلب على الظن قتله بها، أن يجرحه بما له مور أي نفوذ في البدن كالمحددات من السيف ونحوه. نعم، أو يضربه بحجر كبير ونحوه. الصورة الأولى أن يجرحه بما له مور في البدن، هذه صور العمد، وهي تسع صور، الأولى أن يجرحه بما له مور في البدن أي نفوذ في البدن، وذلك بأنواع المحددات. نعم، أو يضربه بحجر كبير ونحوه. الثانية أن يضربه بمثقل، أن يضربه بمثقل كالحجر الكبير والخشبة والعصا الغليظ، فهذا يغلب على الظن موته به، فهو من آلة العمد، القتل بالمثقل من آلة العمد. نعم، أو يلقي عليه حائطا. الصورة الثالثة أن يلقي عليه حائطا، أن يلقي عليه جدارا، ومعلوم أن الجدار إذا ألقي أو هدم على شخص أنه سيقتله عادة، فهذا من العمد، من صور العمد. نعم، أو يلقيه من شاهق. الصورة الرابعة أن يلقيه من شاهق، يعني من مرتفع، من رأس جبل أو من سطح مرتفع أو من رأس شجرة أو في بئر، فمعلوم أنه إذا ألقي من شاهق يعني من مرتفع أن هذا عادة يقتل، فيكون من فعله قاتلا عمدا. نعم، أو في نار. الخامس أن يلقيه في نار، فمعروف أن النار تقتل وأنها محرقة، فإذا ألقاه بها ومات، ألقاه فيها ومات، فإن هذا يعتبر قتل عمد. نعم، أو ماء يغرقه. ومن صور العمد أن يلقيه في ماء يغرقه، كالماء الغزير، كماء البحر وماء النهر وغير ذلك، فإن كان ألقاه في ماء لا يغرق عادة فهذا ليس بعمد. نعم، قال: أو في نار أو ماء يغرقه ولا يمكنه التخلص منهما. ولا يمكنه التخلص من النار، يعني كان مكتفا، أو لا يمكنه التخلص من الماء، يعني كان مكتفا، أو لا يحسن السباحة، لا يحسن السباحة، فإن هذا يكون عمدا. نعم، أو يخنقه. نعم، هذا من صور العمد، وهو الخنق، وهو حبس النفس بأن يضع على حلقه شيئا يمنع خروج نفسه، كان يلفه بحبل أو نحو ذلك، أو يكتم نفسه بأن يلقي عليه على وجهه شيئا يمنع خروج النفس، هذا يسمى بالخنق، فهذا يقتل عادة فيعتبر من صور العمد. نعم، أو يحبسه ويمنع عنه الطعام. ومن صور العمد أن يحبسه في مكان ويمنع عنه الطعام والشراب حتى يموت جوعا أو عطشا، لأن هذا يقتل غالبا، هذا العمل يقتل غالبا، فيكون من فعله مقاتلا قتل العمد. أما إذا حبسه ولم يمنع عنه الطعام والشراب فإن هذا لا يعتبر من العمد. نعم، قال: أو يحبسه ويمنع عنه الطعام أو الشراب، يعني لابد من أمرين: الحبس بحيث لا يمكنه الذهاب وطلب الرزق،
والثاني أن يمنع عنه الطعام والشراب، هذا من صور العمد. نعم. فيموت من ذلك في مدة يموت فيها غالبا، يعني المحبوس، يعني كذلك يكون من شروط التعمدية في الحبس أن تمضي مدة يموت فيها غالبا. أما إذا مات بمدة يسيرة فهذا لا ليس بعمد، لأنه ليس من حبس الطعام والشراب. نعم. أو يقتله بسحر أو سم، من صور العمد أن يقتله بالسحر، لأن السحر هو ما لطف وخفي سببه، وهو في الاصطلاح عبارة عن رقى وعزائم وعقد يعملها الساحر تقربا إلى الجن والشياطين. نعم. فيخدمونه بما يريد من الإضرار بالمسحور، فالساحر يتقرب إلى الجن وإلى الشياطين بما يريدون من الشرك والكفر وعبادة غير الله عز وجل، فإذا فعل ذلك لهم خدموه بما يريد من الإضرار بالمسحور، وهو يتخذ هذه وسائل ورموز بينه وبين الشياطين والجن، وهي العقد والرقى والتمتمات والأشياء هذه اصطلاح بينه وبين الشياطين. نعم. إذا فعلها خدموه بذلك، هذا هو السحر. نعم. أو يقتله بسحر أو سم، أو يقتله بسم، والسم على قسمين، سم يقتل عادة وسم لا يقتل عادة وإنما يضر فقط، فإذا قتله بسم قاتل فهذا من صور العمد. نعم. أو شهدت عليه بينة بما يوجب قتله ثم رجعوا وقالوا عمدنا قتله. ومن صور العمد أن يشهد عليه بينة، اثنان فأكثر، بأنه قتل شخصا وهم يكذبون في شهادتهم، ثم قتل هذا الشخص بموجب شهادتهم، ثم رجعوا بعد ذلك وقالوا عمدنا قتله، فهذا يعتبر من القتل العمد فيقتص منهم، لأن هذا يقتل غالبا. نعم. وشبه العمد، نعم، انتهى من العمد ومن صوره، وقد ذكر له ثمان صور. نعم. قال وشبه العمد أن يقصد جناية لا تقتل غالبا. شبه العمد هو أن يقصد جناية، القصد موجود ولكن الآلة لا تصلح للقتل، لكن مات بهذه الجناية، هذا لا يعتبر عمدا وإنما يعتبر من شبه العمد. نعم. كان يضربه بعصا صغيرة لا تقتل غالبا، لكن حصل بها الموت، فهذا لا يعتبر عمدا وإنما يعتبر من شبه العمد. أو يلكزه بيده، بأن يضربه بجمعه فيموت، هذا لا يقتل غالبا، فإذا مات بذلك فهذا لا يعتبر عمدا وإنما يعتبر شبه عمد. والدليل على ذلك أن امرأتين من هذيل اقتتلتا، يعني تضاربتا، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلتها، يعني على عاقلة القاتلة. نعم. وورثها زوجها وابنيها. نعم. ولم يقم القصاص على الجانية، لأن هذا من شبه العمد، قمتها في حجر والحجر صغير ما يقتل غالبا. نعم. هذا شبه العمد، وكذلك عمد الصبي والمجنون، لأنه لا قصد لهما، الصبي والمجنون قتل بآلة تصلح للقتل كالسيف ونحوه، لكن تخلف الشرط الأول وهو القصد، فيكون هذا من شبه العمد. فإذا تخلف القصد فهذا شبه عمد، أو تخلفت الآلة بأن كانت غير صالحة للقتل غالبا فهذا يعتبر شبه عمد، ولكن قصد الجناية موجود، وهو أن الجاني قصد الجناية، هذا شرط من شروط العمدية، إذا اجتمع معه القصد والآلة صار عمدا محضا،
وإذا فقد أحد الشرطين صار شبه عمد، إذا فقد القصد صار شبه عمد، إذا فقدت الآلة القاتلة غالبا صار شبه عمد. وهذا أثبته جمهور العلماء، هذا النوع أثبته جمهور العلماء أخذا من قصة المرأة ونحوها. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وشبه العمد أن يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها. لا تقتل غالبا، كالضربة باليد والضربة بالعصا الصغيرة، فهو قاصد الضرب لكنه لم يقصد القتل، لم يقصد القتل. والآلة أيضا غير صالحة للقتل في العادة، فهذا لا يعتبر عمدا، لكنه يعتبر شبه عمد لوجود القصد، لوجود القصد. نعم. قال: ولم يجرحه بها كمن ضربه. لم يجرحه بها، هذه زيادة زادها بعض الأصحاب، والأكثر على أنها ما يشترط أنه يجرح ولو جرحه بها، أنه ولو جرحه بها ما دام أن الآلة غير صالحة للقتل فإنه ولو جرحه بها لا يعتبر عمدا. نعم. كمن ضربه في غير مقتل بسوط. هذا تمثيل لشبه العمد، إذا ضربه في غير مقتل، أما إذا قصد المقتل وضربه معه هذا عمد ولو كانت الآلة غير قاتلة في العادة، لأن كونه قصد المقتل هذا يصلح للقتل. نعم. كالجسم فيه محلات يعني حساسة، في محلات حساسة إذا ضربها أو وخزها بشيء مات الإنسان، إذا كان يعرفها الجاني وقصدها فهذا يعتبر عمدا، وهذا من صور العمد. نعم. قال: كمن ضربه في غير مقتل بسوط أو عصا صغيرة. بسوط، وهو الصوت هو العصا المعتادة. نعم. أو عصا صغيرة. أو عصا صغيرة وهي القضيب، هذا لا يقتل غالبا. نعم. أو لكزه. أو لكزه يعني ضربه بجمعه. نعم. ونحن. مثل ما ذكر الله في قصة موسى عليه السلام، قال صوت. فوكزه موسى فقضى عليه، يعني ضربه بيده بجمعه. نعم. والخطأ أن يفعل ما له فعله، هذا النوع الثالث، مثل أن يرمي ما يظنه صيدا أو غرضا أو شخصا فيصيب آدميا لم يقصده. نعم. والخطأ أن يفعل ما له فعله، أن يفعل ما له فعله يعني ما يرخص له فعله في فعله، فينتج عن ذلك قتل، أنه أصاب شخصا، كأن يقود السيارة مثلا، هو له أن يقود السيارة. نعم. فينتج عن ذلك حادث مروري أو حادث سير، فهذا له فعله، له أنه يقود السيارة وأنه يركبها، ولكن ترتب على هذا أنه حصل حادث، هذا لا يعتبر عمدا، يعتبر من الخطأ، من قتل الخطأ، لأن فعل ما له فعل. ما له فعله. أما العمد فإنه يفعل ما ليس له فعله. نعم. قال: مثل أن يرمي ما يظنه صيدا أو غرضا أو شخصا. هذا مثال الخطأ، لما إذا فعل ما له فعله، كأن يرمي صيدا، الصيد مباح، الله جل وعلا يقول: وإذا حللتم فاصطادوا، أحل لكم صيد البر وطعامه متاع لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، أحل لكم صيد البحر، أحل لكم صيد البر صيد البحر وطعامه متاع لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فإذا تحلل من إحرامه أحل له صيد البر أيضا، قوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، فله أن يصيد. فإذا رمى صيدا وأصاب شخصا فهذا خطأ، لأنه لم يقصد الشخص وإنما قصد الصيد. نعم. أو غرضا، أو رمى غرضا وهو الهدف، إذا كانوا يترامون يتعلمون الرماية وصوب على الهدف لكن أصاب شخصا، هذا يعتبر من الخطأ لأنه لم يقصده وإنما قصد الهدف. نعم. أو شخصا، أن يرمي ما يظنه صيدا أو غرضا أو شخصا، أو شخصا أكمل، فيصيب آدميا. نعم، شخصا يعني شيئا شاخصا. نعم. نعم. فيصيب آدميا لم يقصده، يصيب آدمي لم يقصده بالرمي وإنما حصل هذا بدون قصد،
فإن هذا يعتبر من الخطأ لعدم وجود القصد في حال الجناية. نعم. قال في الآخر: وعمد الصبي والمجنون. أول عبارة هو الخطأ وأن يفعل كذا، ثم قال وعمد الصبي والمجنون. نعم، من الخطأ عمد الصبي والمجنون لأنه لا قصد لهما، الصبي والمجنون ليس لهما قصد صحيح، فيعتبر عمدهما خطأ. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا ونفع بكم. إخوتنا المستمعين الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من البيان والشرح، وشكر لكم حسن استماعكم ومتابعتكم. هذه في الختام تحية من مهندس الصوت عبد الله عريف الحربي. حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.